السلام عليكم، صباح الخير. انا في مطعم بارادايس، المطعم الباكستاني. عندهم حاجه مع النان اللي بيتعمل في التندور ده. عندهم حاجه اسمها بارادا. اول حاجه بتكون حاجه طويله كده، بيتعمل بالطريقه دي، تكون حاجة طولية وتعمل بطريقة اللفة. بعد ذلك بيتخطى هنا، بتعمل حاجة خفيفة جدا بالسمنة. كان جربتها امبارح وسألته قلت له الفرق بينه وبين النان شنو. فوراني انه هي بتعمل بالسمنة. النان بيكون هنا طبعا، بيكون شكله كده. تمام، ينزل هنا كده. والحركة بتاعت الأخرام دي عنده هناك، شايفينها حاجة زي المشط كده اللي بنقص فيها. ايوه، ناس عندهم حضارة حلوة جدا، مطبخهم ما فيه كلام طبعا. امبارح جربت العدس، هذا كان لذيذ جدا. I make promotion for your sorry. I told my friends about this delicious dishes. ده لام غير مدفوع على جرب الناس. ده العدس، حمص، بتاتو، بطاطا وفلفل. ايوه، What's it? Yogurt. Vegetable? Yeah. Potato or what? No. Vegetable, onion, like wheat. Onion. Ah, like this? Yeah. هذا. Yeah. بصل بطريقة معينة كده. And this is green peas with potato. دي بسلة. Spinach with potato. Okay. Chicken korma. Chicken korma. Korma is the meaning of korma. Yeah, korma masala. Aywa. Salam sheng. Hello. Beef masala. Yeah, beef masala. Mutton korma. Button? Mutton korma. Laham ghanam. Aywa. Rice with chicken. Biryani jidad. Beef arabi kweis. Ruzma al khudra. Aywa. كويس. طبعا دي هنا اللي عندهم الجداد المشوي، تندوري، دجاج، جريل تشيكن، وبروست تشيكن. بروست تشيكن برضو ذا سيم رايت. بوتيتو، دجاج، بطاطس مع جداد، وده البصل طبعا. كويس، ثانك يو. دي حاجه ديليفري طبعا، صغيره كثير مقاسات. طبعا دي انا بشتريها طوالي منهم، بتونس معاهم. والموضوع لذيذ يعني. الله يفتح، بس كان مخصص للحاجه كنت مفتكر هي شفاتي، وطلعت سيما بارادا. هي اخف من النان. انا باخذ من النان ده طوالي، هو باكل بيه طبعا. هو بيقول لي خبز، بقول خبز يعني طبعا، بيعرف الحبه العربي كده. على حسب الكلام اللي قالوا لي نعمة الله ده، انا هو كنا جست في بينانج، في اللوكوندا بتاعت، كنا جست في اللوكوندا بتاعت ريد ان كورت. فكان بيحكي لي في انه هم عندهم اللغه العربيه دي الزاميه في المدارس، في البيزك سكول، عشان كده هم يعني بيعرفوا عربي مكسر طبعا، لانه لغتهم غالبه على الحاجه دي. لغتهم زي ما هو كان قال لي هم بيتكلموا اردو. ده كلام نعمة الله. ده هنا السجل الثاني اردو، ده هي معناها يونيتي او يونايتد، واحده في الاثنين ديل، عشان تجمع الناس زي كلهم. لكن هم لانه الباكستان ذاته فيها كشمير، وفيها مش كشمير دي في الهند عندهم. الله يسمح لي. المهم هم على حسب القصه اللي حكى لي، فانه هم الجزء القريب من ايران ما بيتكلموا فارسي، هو بيتكلم ايراني، لكن بيتكلم لغه قريبه للحاجه دي.
الجزء القريب للهند بيتكلم زي التامل لغة الهند دي، الجزء القريب من الحتة الثالثة أفغانستان بيتكلم بشتان مش كشمير. فواحد الحاجة دي بلغة اسمها الأردو اللي هي بيتكلموها أغلبية الناس بيفهموها. اللايف انتهى، حشيت حاجاتي ونتلاقى إن شاء الله في لايف ثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.